بيكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي مع درس جديد من دروس الجغرافيا. إن شاء الله هنتعرف على السياحة في الوطن العربي وهنتعرف على أنواع السياحة وأهمية السياحة في الوطن العربي. في السنين اللي فاتت أخذنا السياحة وأنواع السياحة، فإحنا هنزود عليها كده ونتعرف على أنواع السياحة في الوطن العربي. تعال نشوف كده السياحة في الوطن العربي. في أول حاجة عندي مقومات الجذب السياحي. عشان سائح يجيلي من بره لازم يكون عندي مقومات للجذب السياحي. طب المقومات دي بتكون مقومات طبيعية من عند الله أنا ما دخلتش فيها، ومقومات بشرية. طب المقومات الطبيعية زي الموقع المتميز، الموقع بتاعك كويس جدا، بيطل على بحار، بيطل على أنهار، المناخ المتنوع، عندي المناخ كويس جدا، درجة الحرارة فيه معتدلة، كمية أمطار متوسطة، فبتخلي السائح يروح للمكان ده. يبقى أول حاجة الموقع بتاعي، المناخ والطبيعة الخلابة أهم الحاجات اللي موجودة في المنطقة دي أو في البلد دي. نيجي للمقومات البشرية، توفر الفنادق والقرى. طبعا لو الفندق على أعلى مستوى السائح هيجي مرة واثنين، لو الفندق ما بيقدمش خدمة كويسة فمش هيجي. توفر وسائل النقل والمواصلات، عندي وسائل النقل المواصلات الاوتوبيسات بتاعتي على اعلى مستوى او اعلى خدمه، فطبيعي السائح هيجي مره ثانيه. توفر المناظر الحضاريه وتوفر الامن والامان. اي دوله لو فيها امن وامان واستقرار السياح بيجي فيها وبتزيد حركه السياح، لكن لو الدوله دي مستعمره او الدوله دي محتله فبالتالي ما بيكونش فيها سياح. نتعرف على انواع السياحه في الوطن العربي. عندي اول نوع في السياحه، السياحه العلميه والثقافيه. حاجه انا رايحه اتعلم منها واخد معلومه، زي السياحه التاريخيه، يعني بتفرج على اثار مثلا بتاعه بلدي، وسياحه المؤتمرات والمهرجانات والمعارض، زي مثلا معرض الكتاب او المعارض الدوليه اللي بتتعمل في مصر. عند السياحه الترفيهيه نوع تاني من انواع السياحه، زي السياحه الترفيهيه. الترفيهيه انا رايحه اتفسح، زي سياحه الشواطئ وسياحه السفاري اللي هي السياحه داخل الصحاري، والسياحه النيليه ان انا بركب مركبه في النيل، دي السياحه النيليه. يبقى انا عندي نوعين من السياحه، سياحه علميه وثقافيه وسياحه الترفيهيه. تعالوا نشوف كده السياحه العلميه والثقافيه. عندي سياحه المؤتمرات، السياحه التاريخيه، الاثار. عند سياحة المهرجانات والمعارض. طب السياحة الترفيهية، سياحة السفاري، وسياحة الشواطئ، ان احنا بنروح نصيف كل سنة، دي سياحة الشواطئ، والسياحة النيلية اللي هي البواخر زي رحلات من الأقصر لأسوان او من أسوان للأقصر. نيجي نوع تاني من السياحة، زي السياحة الطبية. هل يا ترى في سياحة اسمها سياحة طبية؟ قال لي دي السياحة ان انا رايحة بهدف العلاج من الأمراض الجلدية او الأمراض الروماتيزمية، زي السياحة العلاجية والسياحة الوقائية. عندي السياحة الرياضية، زي المهرجانات، البطولات الرياضية كالرياضيات المائية أو الرياضة المائية. عندي السياحة الدينية، زي زيارة الأماكن المقدسة أو الدينية. سياحة مائية، سياحة علاجية اللي هي السياحة الطبية، والسياحة الدينية. طيب أهمية السياحة في الوطن العربي، السياحة مهمة في الوطن العربي طبعا مهمة، دي أهم نقطة عندي، بتزود لي الدخل القومي للوطن العربي، وزياده الدخل القومي للوطن العربي. طب بيصل قد ايه؟ ده بيصل ل 7.2 من ايرادات السياحه العالميه على مستوى العالم، بيدخل لي 7.2. توفر فرص العمل، بتشغل السياحه، بتشغل شباب، بتوفر لي فرص عمل سواء من خلال القطاع السياحي او الاعمال المنتصره بالسياحه. بتحقق التقارب ما بين الشعوب، دول بتجيلنا سياحه وانا بسافر لدوله تانية بيبقى في تقارب ما بيننا وما بين الشعوب الاخرى، يبقى تحقيق التقارب والتفاهم بين الشعوب وبعضها. بتوفر لي رؤوس اموال، توفير الاموال اللازمه لاقامه المشروعات الصحيه والتعليميه والخدمات. لما بيدخل للدوله فلوس عن طريق السياحه ببدا اخد الفلوس ديت واستخدمها في مشروعات تانية زي الصحيه والتعليميه. طيب جهود الدوله العربيه لتحقيق التنميه السياحيه، ايه هي جهود الدوله لحل او عشان انمي السياحه، ازود عمليه السياحه؟ واحد، الدعايه عن المناطق، اعمل عمليه دعايه للمنطقه دي، اعلانات عن المنطقه دي، المناطق السياحيه والاثريه في الدول العربيه من خلال النشرات والمؤتمرات. ثاني حاجه، التنسيق بين الدول العربيه من خلال المنظمه العربيه للسياحه اللي انشئت عام 2005. ثلاثه، مد طرق، وفري طرق جيدة لتوصيل السياح من مكان لمكان، مد الطرق اللي بتربط بين الدول العربية مثل الطريق الدولي
اللي بيمر بشمال مصر، وتوفير وسائل النقل المختلفة، وفر وسائل نقل مختلفة تربط بين الدول العربية وبعضها البعض. تاني حاجة التوسع في إنشاء الفنادق والقرى، أبدأ إن أنا أتوسع في إنشاء الفنادق والقرى، أعمل فنادق على أعلى مستوى، خدمة أفضل للسياح عشان السائح يجي لي السنة اللي بعدها. في السياحة المعاملة الحسنة مع السياح، عامل السياح معاملة كويسة من السائحين وتقديم المساعدة لهم عند الحاجة. كده سنة تانية أكون انتهيت من درس السياحة، وإن شاء الله نتقابل في درس تاني اللي هو التكامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.